هنا استوى العدس خلاص، حضيف الرجلة بعد ما غسلتها وقطعتها. لكل 3 حزم رجلة تقريبا يكفيها نص كوب عدس. في البداية حتحس الرجلة كتير، لكن الرجلة بسرعة كده تدوب وتدبل وتختفي وسط العدس. لا تزيدي موية، خليها تخينة زي كده، هي الرجلة أصلا حتحلي بموية. جنب إدامة الرجلة عملت شوربة مكرونة كشنة عادية باللحم والبصل والطماطم والبهار، فلفل أسود وكمون وملح. دايما أسوي شوربة مكرونة كتير، ليش في بعضكم بيسأل؟ لأنه زي مثلا إدامة الرجلة وبعض الأصناف أولادي ما يحبوها، فأضطر أعمل شوربة. يصير اللي ما يحب الإدام حيلاقي فيه شوربة مكرونة، وأتوقع المكرونة كل الأطفال يحبوها. حعمل رز أبيض في قدر، حطيت شوية زيت، حطيت بهارات عدلة عبارة عن قرفة وقرنفل وهيل وورق غار. حضيف ليمون ناشف وحقلب البهارات العدلة شوية في الزيت لين تبدأ تطلع كده شوية ريحتها، وبعدين أضيف 4 طماطم. بسم الله، حقلب الطماطم في الزيت مع البهارات. حضيف مكعب ماجي كالعادة، اللي متخوف من الماجي ألغوه، لا تضيفه أو أضيفه بديل الماجي. هنا عندي أرز مزة مغسل ومنقوع، على الأقل تنقعين مدة ساعة. دحين حقلبه، حضيف مويه مغلية بحيث تكون المويه أعلى من الرز بأصبع إلى أصبعين بالكثير، وهذا الملح. حرفع النار وأخلي الرز يشرب المرق. الرز عندي شرب كامل المرق. دحين رخيت النار، ححط التنكة تحت القدر، هذه التنكة ححطها تحت القدر وأرخي النار وأكمر الرز لمدة 15 دقيقة، لأنه هنا الرز تقريبا مستوي 3/4 سوا. أكمره لمدة 15 لـ20 دقيقة بس. إيش يعني أكمر الرز؟ يعني أخليه يستوي على البخار، أحط تحته تنكة عشان تتوزع الحرارة وما يتلدع الرز أو ينحرق، وبعد كده أسيبه يكمل استوى على مهله كده، الرز يتفلفل معاكي. شوفوا هنا الرجلة كيف، ما أضفت أي موية، زي ما هي كده تخينة غطيت الغطا وخليته خلاص، هي الرجلة طلعت موية ودابت ودبلت وصارت متناسبة مع كمية العدس. دحين حدوق من المرقة كده وأوزن الملح. ما حطيت ملح إلا في البداية مع اللحمة، لكن دحين حأذوق وأوزن الملح. عموما كل الإدامات اللي بالخضار الورقية دي خلي الملح يعني أضبطيه آخر حاجة، حطي شوية في البداية وبعدين أوزنيه آخر حاجة عشان لا يصير مالح عليكي.